مباراة الزمالك المصري وساغرادا اسبيرانسا الانغولي في دوري ابطال افريقيا الجولة الثانية. نرجو منكم لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضاف للمباراة ملعب 11 نوفمبر بالواندا. اما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات، والساعة 5 بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، قناة بي إن سبورت 4 الناقل الحصري لهذه المباراة. نتمنى لكم أعزائي الكرام فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.